إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أما بعد، فنفتتح بحول الله سورة جديدة من سور المفصل بعد ختام سورة النجم. نتحدث بحول الله عن سورة القمر، وهي سور كما تلاحظون متعلقة من حيث أسماؤها بالنجوم والأفلاك، النجم القمر، وهذا أمر عجيب حقيقة، لأن هذا يشير أيضا إلى معنى آخر وهو معنى الزمان أو معنى الزمن بالأحرى. ففي خواتم سورة النجم تحدثنا عن قوله جل وعلا أزفت لازفة، وكان فيها ما كان من البيان مما يسأل الله جل وعلا من أن المتعلق آنئذ هو اقتراب الساعة بشكل فيه نوع من السرعة ولحظة الحدوث والوقوع والانطلاق. أزف الشيء كما ذكرت من قبل، يأزف أي أنه حضر للفعل واقترب للإنجاز، فالساعة أو القيامة أزفت بمعنى أنها الآن على الأبواب، واستعمل الفعل اسم فاعله أزف يازف والآزفة اسم فاعل لتوكيد المعنى، وكان يمكن أن يكتفى بما يمكن أن نعبر عنه بقول مثلا أزفت الساعة، أزفت القيامة، ولكن أعطاها اسما من فعلها فجعلها اسم فاعل أزفت لازفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخاتمة سورة النجم إذن تتعلق بالزمان وبحدوث القيامة قريبا لا محالة، وبما ينبغي أن يستعد له المؤمن في ذلك. فالملاحظة التي نتحدث عنها اليوم هي ارتباط الزمن بالمكان أو بالأجرام والكواكب أو بالوجود. سورة النجم، والنجم إذا هوى، هذا النجم الذي يجري في فلكه ويتحرك بقدرة الله جل وعلا، هو عبارة عن مؤشرات وعلامات كعقارب الساعة، تنظرون إليه وهو في سيرورته ليصل إلى منتهى، وبمنتهاه ينتهي الكون ونحن جزء من هذا الكون، وتنتهي قصة الحياة وقصة الدنيا وقصة الابتلاء. سورة النجم من أولها إلى آخرها إنما تعرض هذه الحقيقة بما فيها من تفاصيل مما بينا من قبل. النجم الذي نرقبه، أي نجم، شمسا كان أو شيء آخر من نجوم الليل أو النهار، والشمس نجم، وكثير من الأجرام المضيئة التي تظهر بالليل هي نجوم. هذه النجوم والكواكب أيضا جميعها، وسيأتي الحديث عن القمر وهو كوكب من الكواكب في سورة القمر. إذن المتدبر في الكون وفي خلق الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أول شيء ينبغي أن يخطر ببال المتفكر المتدبر أن هذه الأجرام هي عبارة عن علامات وعقارب لساعة الكون، الكون كله، سماواته وأرضوه، كل الكون، يعني أشبه ما يكون بالساعة يعني التي نشتغل بها اليوم في زمننا هذا أو في الأزمنة المتأخرة،
سواء كانت ساعة يعني بشكل ميكانيكي أو بشكل إلكتروني، المهم أنه علامات، أرقام، مؤشرات، عقارب، يعني أنجوم وكواكب، أجسام، أجرام، وتتحرك. هذه الحركة تدل على الزمان، وقلنا من قبل الزمان حادث يحدث نتيجة حركة الأجرام كما معروف منذ القديم وإلى الآن وإلى المستقبل، حقيقة كونية عظمى. اختتمت إذن صورة النجم بهذه الحقيقة، آزفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة، وعلق ما علق عليها من أحوال الناس الغافلين ومما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ثم قال بعد ذلك مفتتحا صورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ونقف عند العبارة الأولى من الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر، نربطها بقوله جل وعلا في خاتمة الصورة من قبله: أزفة لازفة. فذلك النجم وهذا القمر، أو بعبارة أخرى ذلك النجم وهذا الكوكب، وأقرب النجوم إلينا الشمس، وسائر الأنجوم بعد ذلك داخلة في القسم والنجم. وكذلك يمكن أن تقول والقمر، أو اقتربت الساعة وانشق القمر، وكلما ذكر القمر أيضا في القرآن ممكن أن يكون أو أن يقع المقصود على قمرنا هذا القريب منا، وهو المتبادر إلى الذهن من اللفظ، ويمكن أن يدخل في ذلك كل قمر من الأقمار، ويعني مدارنا الشمسي فيه عدة أقمار، والمجرات والسماء الدنيا مليئة بالأقمار كما هي مليئة بالنجوم. اقتربت الساعة، وعبر بالساعة الدالة على الوقت، اقتربت الساعة، أزفة لازفة، وانشق القمر. فكأن الصورة يعني صورة النجم، الصورة السابقة اللي تكلمنا عليها، كأنها لم تنتهي بعد، حنا باقيين في نفس الموضوع. أزفة لازفة ليس من لها من دون الله كاشفة، يعني نحن نتحدث عن هذا الزمان، عن أحواله، عن طبيعته، عن قرب نهايته زمانا ومكانا، ووصف أحوال الناس إزاء هذه الحقيقة، كيف هم لاهون، كيف هم عابثون، كيف هم سامدون لاهون غائبون، وما كان أحرى أن يكونوا عليه. ثم بيّن شيئا آخر أدق، وهو العلامات المادية على قوله أزفة لازفة. يعني لما قال أزفة لازفة يقول لنا القيامة على الأبواب، وأن الله وحده الذي سيبين اللحظة الدقيقة التي تنطلق منها، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس هنالك من إله يستطيع أن يبين لحظتها بالضبط غير الله، ليس لها من دون الله كاشفة، لكنها قريبة جدا. حتى إذا نعى على الإنسان لهواه وعبثه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، بين هذا اللهو البشري والغفلة، غفلة الإنسان في الكرة الأرضية جمعاء، وما كان أحرى بالإنسان حينما يتأمل أن يكون عليه من الخوف من الله جل وعلا ومن الوجل ومن الاحتياط لأمر الغيب ولأمر الآخرة. فالإنسان خصو يعني شيء تنبيه أكثر دقة وأكثر مادية وأكثر حسية، لأنه أعطانا حقيقة عامة، أزفة لازفة، قرب الوقت، شيء اللي قال لنا وجعل يعني
يصف أحوال الناس لا هي. ثم قلت يعني لبيان هذه الحقيقة بما هو ملموس قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه علامة مادية حسية، والناس منذ القديم تحدثوا عن انشقاق القمر ويتحدثون اليوم، وسيكون الحديث أيضا غدا في المستقبل انشقاق القمر وكل العلامات التي تحدث عنها القرآن الكريم عن أحوال السماء وأحوال الشمس وأحوال الأنجم مما هو قد وقع وسيقع في المستقبل القريب أو البعيد، يعني قريب بعيد فهم البعد القرب هذا فهم بشري، أما في ميزان الله فلا شيء بعيد. ورد في السير والأخبار أن القمر انشق في ميلادي أو في عهد ميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك آية، انشقاق القمر انشق نصفين، وصورة فلكية تدور اليوم عند كثير من الناس تدل على أن القمر قد انشق فعلا في سابق عهده، وعلامة الانشقاق واضحة في هذه الصورة الفلكية المأخوذة بالأقمار الاصطناعية موجودة يعني عند الناس كثير، مواقع الشبكة الإلكترونية الكبرى الانترنت موجودة هذه الصورة معروضة انشقاق القمر. لكن كل ذلك يعني يحتمل أن يكون هو المقصود، ويمكن أن يكون شيء آخر يقع في المستقبل فعلا، ممكن أن يكون هذا الانشقاق قد وقع وسيقع، لأن قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وكل ذلك تعبير بالماضي، اقتربت وانشق، لكن المعاني في حقيقة الأمر تدل على المستقبل رغم أن التعبير بالماضي يعبر عن المستقبل، إنما التعبير بالماضي في كتاب الله جل وعلا للدلالة على المستقبل له معنيان. المعنى الأول أنه أمر حتمي عند الله جل وعلا، وأن لا عبرة بالزمان في علم الله وقضائه وقدره، يعني شي حاجة اللي غادي توقع في المستقبل ربي تعالى كيقول لك وقعت، هي عندنا احنا غادي توقع، ولكن هو عنده وقعت لأن ما هو عنده من القدر فهو قد وقع في علمه حتمي، لن يرتد ولن يتخلف، يعني هو في علم الله جل وعلا حتمية كونية واقعة لا محالة، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمن لا يحكمه الزمان سبحانه وجل وتعالى عن ذلك علو كبير، بل هو تعالى يحكم الزمن، وكيعبر لنا بالأزمنة لنا احنا باش نفهمه، لأن نحن الذين هم محكومون بالزمان، أعمارنا زمان وحياتنا زمان، أما هو سبحانه وتعالى فلا يخضع لا لليل ولا لنهار، بل هو مدبر الليل والنهار جل وعلا، ولذلك لا عبرة بالزمن بالنسبة لله جل وعلا في عد الأشياء وفي تقدير المقادير، بل هو سبحانه وتعالى يقدر أمره ويدبر شأن كونه بما تقتضيه ربوبيته فوق الزمان والمكان، ويجعل الأزمنة لنا علامات، احنا اللي في وسط الزمن ندور داخل ساعة الكون، ساعة الكون الكون كله بحال شي منبه هذاك الريفي على واحد المنبه كبير، ونحن داخله وحولنا عقاربه وأرقامه وأنجمه وكواكبه ونحن نعيش داخله، فإذا هذا المعنى الأول أنها حتمية، انشق القمر أي سينشق القمر، لم ينشق بعده ولكن سينشق، ولكن اعلم أنه كأنما قد انشق بما لذلك من دلالة على حتمية الوقوع، هذا المعنى الأول. اقتربت الساعة وانشق القمر. الدلالة الثانية أو المعنى الثاني القرب الشديد، يمكن شي حاجة اللي غادي توقع يعني قريب جدا ما يعبرش لها بالمستقبل حتى لا يتخيل الإنسان يعني الأمد البعيد في المستقبل، لأن الاستقبال فعل المستقبل أو الفعل دل على الاستقبال لا يتحدد، يمكن يكون مستقبل بعيد يمكن يكون مستقبل قريب، حتى ولو قلنا يعني السين وسوف، لأنه يعني العرب يقولوا السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، فمفهوم القرب والبعد مشكل، يعني نعطيكم واحد المثال في تقدير
المسافات عندنا يعني هذا مقياس معروف في اللغة وفي العادات البشرية وفي الطبائع العمرانية، يعني بحال واحد المدينة كبيرة مثلا تقدير المسافات، واحد المدينة كبيرة إلا سولت على شي حومة يقدر يقول لك، يعني واحد انت ما عرفش الحومة يقول لك المنطقة الفلانية قريب ماشي بعيد قريب، ويقدر يكون بينك وبين هذيك المنطقة اللي وصفها لك بالقرب واحد 5 كيلومتر داخل المدينة، بحال مثلا كما عندنا في الدار البيضاء مثلا، يعني في الدار البيضاء كتكون في واحد المنطقة وتسول على منطقة أخرى إلا وصفوها بالقرب رد البال، لأنه هذاك القرب ديالهم هما يعني نسبي، لأنه المنطقة البعيدة فيها 20 كيلومتر ديال البعد من حي لحي داخل مدينة واحدة 20 كيلومتر، فبالنسبة لي 5 كيلومتر قريبة، كنقول قريب غير هنا، فتظن بأنه قريب فعلا بالمقاييس اللي عندك أنت ابن مدينة صغيرة أو متوسطة، أقصى ما كيكون عندك البعد كيلومتر 2 كيلومتر ذاك هو البعد ديالك، والقرب إذن باش يولي قرب خصك يعني بضعة أمتار أو يعني 100 متر 200 متر 300 متر وتصفها بالقرب، أما يعني كيلومتر عندك راه بعد، هو بالنسبة لي كيلومتر لا يعتبر مسافة أصلا، قد يعني موجودة مدن عالمية رأيت بعض المدن، يعني نعطيكم مثال مدينة اسطنبول تركيا 120 كيلومتر ديال الطول فيها 120 كيلومتر، وانت في مدينة واحدة، فإلا قال لك 20 كيلومتر ديال الفرق راه قريب، فإذا هاد يعني القرب والبعد نسبي، القرب والبعد نسبي، فهذا في المكان وكذلك في الزمان، الزمان أيضا نسبي، فالمستقبل القريب أو المستقبل البعيد لا تحدده اللغة إلا نسبيا، ما يمكنش يقول لك يعني راه يعني طيب غنقولوا مثلا السين يعني سيقع كذا راه قريب، ولكن قريب هذا مفهوم قريب بأي مقياس، بأي مقياس، ولذلك لحسم المسألة ما نلقاو لا في السين ولا في السوفة عبر بالماضي، هذا التعبير بالماضي هو للدلالة على القرب الشديد الذي لا يخضع لأي نسبية، اقتربت الساعة وانشق القمر أي سينشق وهو يعني فعلا كأنما انشق الآن، فكل الناس كل الناس سيعيش بصورة أو بأخرى الساعة القريبة جدا، إما بفناء عمره هو في نفسه أو بفناء الكون كله، وهذا شيء لطيف تعبير القرآن، هذوك اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرن تقريبا اقتربت الساعة وانشق القمر، أدركوا هذه الحقيقة عيانا، لما؟ لأنهم ماتوا باختصار، ماتوا ورأوا من حقائق الكون ما سمعوا من القرآن الكريم معاينة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ويطلون على العالم الأرضي الآن من عالم البرزخ ويرون أن مفهوم الزمان أشبه ما يكون بالعبث، يعني قرابة 15 قرن يعني بالنسبة لهم يعني كلا شيء، الساعة بين أيديهم ينتظرون نفخة الملك في الناقور لحظة بعد أخرى، فإحنا اللي يجيب لنا بالنا 15 القرن أو 14 القرن وربع وهو تحت التراب، لا غير كنتهيئ لنا هذا الطول، وإلا فلا طول في الحقيقة، في الحقيقة حينما يعيش الإنسان الحياة بمقاييس الموت، حينما تفارق الأرواح والأبدان ويرى الإنسان حقائق الأكوان مجردة عن الزمان وعن الحجب والوسائط المادية، يراها معاينة يعيشها حقيقة، وهي أيضا بمنطق آخر تدل فعلا على أن الزمن كلما امتد إلى المستقبل كلما اقترب أكثر وأكثر من نهايته، هذا بالحساب ديال الرب، ملي قالنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثت الساعة كهاتين، يعني أنا والساعة بحال هذو الصباح هذو ملاقيين ما بقى والو، وعبر على 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 عمر ديال الأمة الإسلامية كلها من بعد سيدنا محمد إلى آخر من يكون،
كوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس. البشرية عاشت من الفجر حتى الظهر حتى العصر عبر جميع الأنبياء من سيدنا آدم حتى العصر ديال سيدنا محمد. وشد عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأمته من العصر إلى غروب الشمس، فانظروا كم يكون من الوقت واخا الوقت ديال الصيف. علاش؟ لأنه معروف على المستوى النفسي، والزمن راه نفسي. أنا نشرح هذا الكلام، الزمن إحساس نفسي أكثر مما هو إحساس يعني وقتي. سواء كان الصيف ولا كان الشتاء كيما بغى يكون الوقت، غير كيفوت العصر يعني الزمن كيقوت الحدورة. كتقدر مثلا تكون يعني نفرضوا مثلا يعني وقته ما بين العصر والمغربي، بعض الأحوال يقدر يكون هو وقته ما بين الظهري والعصري. فإحساس الإنسان إحساس نفسي بزمان ما بين الظهري والعصري ليس كإحساسه بزمان ما بين العصري والمغرب. يعني احنا ملي كنكونوا في ديك اللحظة ديال مور الظهر وغادي اتجاه العصر كنحسوا بواحد نوع من الاستقرار في الزمن، نوع من الثبات، حل الوقت ما كيتحركش، كتعيش اللحظة يعني بنوعين من الثبات وبنوعين من الإدراك للأشياء حولك بقوة وبعمق، على أن كأنها أقول كأنها ثابتة. بل زمان ما بعد الفجر وأيضا زمان ما بعد شروق الشمس كيعطيك إحساس ديال الطول، طويل الوقت. بينما زمان ما بعد العصر وقد يكون ممتدا في الصيف في الأيام الطويلة، قد يكون ممتد يمكن مجبد مزيان، مع ذلك كنحسوش به مزيان لأن كنحسو بأن قبطنا الحدودة. نشعر بقرب فناء النهار، نشعر بقرب فناء النهار ولا نشعر بالثبات النفسي. يعني ما كتحسش بلي راك لما كدير شغلك وكتقضي المصالح ديالك بلي راك زعما في واحد اللحظه اللي هي مستقره وكل شيء شاد، لا كتشعر بنوعين من الهلع. عندها يمشي عليك الحال، هذه غادي تفلت لك، هذه المؤسسه غادي تسد، هذه غتوقع، يعني عندك واحد الاحساس بالتفلت، الاشياء كترك من بين يديك رغم انه الوقت هو الوقت. كيتسمى الزمن النفسي. ممكن نعطي واحد المثال اخر باش يتضح مزيان الزمن النفسي. لما كتكون في واحد اللحظه يعني ما عجبكش الحال، بحال الانسان خدام واحد الخدمه او مكلف واحد المهمه ومقنطه متقلى عليه، ما كيبغي يدوز الوقت. تلقى الانسان كل مره يشوف عقرب الساعه، كيشوف داك عقرب الساعه الموري ديال الساعه باقي بلاصه ما كيتحركش، هو كيتحرك. علاش؟ لانه نفسيا ضايق باللحظه ديالو، ما عجبوش الشغل ديالو، ما عجبوش الخدمه ديالو، خصو يتفك من هذاك الخدمه ومن هذاك العمل، رغم انه تقدر تكون غير نص ساعه وتجي بحال عام. لكن اللحظه اللي كتكون انت جالس فيها في واحد اللحظه ديال السعاده والفرح بزياره قريب او حبيب او اي شيء، يعني اسره مجموعه كذا، واحد العطله اللي مجموع فيها الشمل كذا، يلا بدات يلا كملت، رغم انها ماشي نص ساعه تقدر تكون 10 ايام وما كتحس بها مشات. فالشعور بالزمن نسبي ونفسي. ملي كتكون مثلا تنتظر شي واحد في القطار خصو يجي، ما كيبغي يوصل ذاك القطار مع انه راه عنده وقته المحدد، نفرضوا ما عنده شيء تاخر، لا غيجي في الوقت ديالو المحدد، ومع ذلك باقي ربع ساعه او نص ساعه، ما كدوز ديك ربع ساعه الا بشق الانفس، كتحس بالزمن طويل ما كيبغي يتحرك. هذا الشيء كله مرتبط بالجانب النفسي. ولذلك الذي يغتر بالزمن لا يفهم معنى الزمن ولا يفهم معنى حقيقه الوجود والكون. والله سبحانه وتعالى فوق هذه المعاني جميعا. فلذلك التعبير بالماضي يحسم هذه الاشياء، كيحيد لك كل هذه الهواجس النفسيه ديال مازال بلاتي سوف الساعة، كل هذه الاشياء التي قد تكون مداخل للشيطان. الشيطان كيدخل لبنادم كيقول له مازال القيامه، مازال ما تقومش القيامه، ومازال خصني نزل عيسى، ومازال المهدي، ومازال ومازال، ولكن قيامتي وقيامتك ما عندها علاقة لا بالمهدي ولا بعيسى ولا ثم وما يدريك
وما يدريك بزمان المهدي وزمان عيسى ووقوع الحوادث الكبار، ما يدريك أن يقع ذلك بشكل متقارب متسارع في بضعة أعوام أو أشهر، ما يدريك قريبة. لا تقول حتى يظهر كذا، وقع في الحديث كذا حتى يظهر، وما يدريك أنه يكون غدا. فكل ذلك إذن الله جل وعلا يقطع هواجسه ومداخله الشيطانية، لأن الشيطان كيلعب بهذه الأمور ويعطي الواحد ويعطي الإنسان واحد الأمل بعيد ويغرقه في المصائب. ولذلك قد تعجب يعني كتلقى شي ناس يعني تقدم له العمر قطع أشواطا من كهولته ودخل في شيخوخته أو حتى في هرمه ولا يزال سامدا كما عبر الله جل وعلا في كتابه وأنتم سامدون، ما زال الله معرسته، ما زال يتصابى كالصبيان وهو طاعن في خريف عمره. من أشد الأشياء اللي مغمضة لعينه هذا الأمل الكاذب، حيث إنه يتوهم أنه يعيش خارج الزمان وخارج علاماته، وإن هو إلا ذرة داخل ساعة الكون الكبرى. فتعمى والعياذ بالله بصيرته. وذلك من ألطف الأشياء ومن أشدها على النفس في القرآن الكريم التنبيه إلى الزمن. إذا قرأت القرآن الكريم من البداية حتى النهاية فيه الحضور ديال الزمن واحد شكل كبير جدا. كيف يعني حضور الزمن؟ تنبيه الله تعالى في آيات متعددات ينبهنا لضرورة أن نعيش أزمنتنا. كيف نعيش أزمنتنا؟ يعني أن نحياها بتذوق وبإحساس. عندك يمشي يدوز عليك نهار وخو ونهار وخو وما تشعرش بالراه، كتشرق الشمس وكتغيب الشمس. راه فعلا من بلادة الإحساس عند الإنسان أن يغيب عنه أن الشمس تشرق وتغرب. ما معنى هذا؟ يعني كتشرق الشمس وتغيب الشمس وتشرق، هذه راه العمر ديالي وديالك، أعمارنا تنصارم، ساعة الكون تحدد آجالنا بما حدد الله لها. وهذا أمر يعني رهيب جدا، فكيف يمر دون تأمل؟ كيف يمر عليك دون اعتبار؟ وهو قوي الدلالة واضح شديد الوضوح. شي حاجة اللي كدوز ما بيناش، لا شرقت الشمس ما كيسيق لها حد الخبر، ضوء قوي جدا يكاد يحرق الكون وإذا غربت ما يسيق لها حد الخبر، بالعكس لحظة قاتمة رهيبة فيما هم تكون بموت الكون وموت الإنسان. تحدث إذا تغرب الشمس، ولما تغرب سواء كنت في المدينة ولا في البادية، السقف تحت السقف غروب الشمس يعني لا يعني لا شيء يعني لا لا يغيب عن الإنسان. يمكن حوادث أخرى إذا كنت في الدار ما تسيق لها الخبر، سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا عجيب جدا. لو ترك أمر إضاءة الكون للإنسان لما استطاع أن يضيء منه ولو جزءا ضئيلا، سبحان الله العظيم. الليل من ربي تعالى كيأذن بالضوء للكون كيشرق عليه الشمس سبحان الله العظيم، وتنتشر الشمس في كل مكان في كل مكان. وفرق كبير بين يعني وخرج يعني في سفلي ولا في يعني في طبق تحت أرضي اللي ما كتدخلو شيء الشمس، مع ذلك تشعر بشروق الشمس بقوة كأنما الأشعة كتخترق الجدار وتخرج عندك، كأنما بسبب يعني وضوح النهار. النهار يعني دليل واضح، خطاب قوي النهار في حد ذاته، خطاب من الله، كلام من الله جل وعلا، دليل نصبه الله جل وعلا للإنسان. ثم أيضا الليل يظلم عليه كل شيء، الله تعالى يظلم على الإنسان كل شيء، كان تحت الأرض فوق الأرض الظلمات، ونديروا الكهرباء الاصطناعية والأضواء وكذا وكذا، والليل هو الليل، الظلام قاتم في الأفق، قاتم في الأفق. وبالأضواء العصرية ما عمر الرؤية الليلية هي الرؤية النهارية ديال الإنسان صحيح النظر، يعني عنده العينين 10 على 10، مع مر رؤية ديالو ديال النهار هي ديال الليل بالتقدم ديال الحضارة المادية في الإنارة الكهربائية. يعني الظلام سميته الظلام، سميته الليل. ولك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يشعر بهذه اللحظات، يعني كيجيو دابا مع الأسف، والله لا مع الأسف الحقيقة، يعني المسلمين دابا عاد كيتعلموا من النصارى تذوق ديال غروب الشمس. لا والله لا بلداء النصارى ماشي مسلمين، أما المسلمين خلاص مفضيين
يعني اللي في هذه العقلية عادي يتبع يتبع يعني تذوق الأوروبي لغروب الشمس، تذوق الأوروبي لغروب الشمس بليد، اللي يعني تذوق وتدرب الحس ديالو على تذويقات القرآنية، تذويقات القرآنية تعمقت إحساس الإنسان بالحياة. أما كيبقى الإنسان الأوروبي في حدود اللوحة الزيتية تما حده، إنسان شكلاني يعني تبهره الألوان والأضواء لا أقل ولا أكثر تما حده، وأحسن ما كيكون أن شعوره بالغموض، كي يستحلي أن يشعر بالغموض، مع أن اللحظة قد تكون باعثة على الخوف وهو لا يشعر بالخوف، وهذا من بلادة إحساسه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إلى غروب الشمس قال في الحديث الصحيح المليح العجيب: اللهم هذا إدبار نهارك. تعبيرات النبوية كيفاش دايره؟ يعني كيوصف لك الساعة ديال الكون، ما بقاش عند حدود الشمس غربت وعطات خيوط ذهبية وإدلا هم الحال وجد ظلام، العكس، يعني من غروب الشمس هو كيشوف حركة الكون كله، كل حركة الكون يختصرها لك بنظره النبوي في غروب الشمس، بحال المرايا طوال الأرض كلها والكون كله والإنسان داخل هذا الكون. يعني كما يعبروا اليوم عطاك بانوراما كاملة للوجود، ما عمر الإنسان اللي ما عندوش بعد غيبي يستطيع يطلع هذه الرؤية، ما يمكن ما يقدرش، يعني هذه كتطلع بالنبوة. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك فاغفر لي. شيء عجيب حقيقة، من الأحاديث اللطيفة التي كان يذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء يدرو في غروب الشمس. اللهم هذا إدبار نهارك، كيشوف النهار مشى وداب، أن الغروب فيه جوج الجهات، جهة ذاب فيها قرص الشمس، صحيح على الأرض اللي كدور ولكن كنطلقوا من المركزية البشرية من الرؤية ديال العين، واحد الجهة ذاب فيها قرص الشمس وجهة طالع منها الليل، يعني أي لحظة، يعني غير هذه الأيام هذه كنت في واحد المدينة أخرى، كنت في واحد المكان ما لقيت ما نسول، يعني في واحد الظروف معينة ما عنديش قدرة نتصل بالناس وحرفت لي في القبلة، يسر الله عز وجل كان يلا غربت الشمس مرة واحدة طلعت القبلة بهذا الحديث سهل الحال بسيطة، يعني أي واحد يعني إنسان عامي يديرها. فبقيت كنشوف الله أكبر، كنشوف يعني من النافذة فين كاين الضوء بزاف في الكون، هو الشمس غربت ما بقاش، فالجهة اللي بان لي فيها الضوء بزاف معناها أن تم الغروب، وقبلت الاتجاه المعاكس. الصباح تأكدت فعلا لقيت راسي على القبلة تماما، لأن الغروب والشروق صفة عامة، سواء كان غروب الشمس أو شروق الشمس، يعني حدث من القوة بمكان بحيث لا يغيب إلا عن ما من مات قلبه وتكلس حسه. فلحظة الغروب كما قلت يعني فيها مظهران، مظهر الضوء ومظهر الظلمة، ففي جهة الغروب المكان اللي غربت فيه الشمس كتبقى أثر الضوء من يعني نوع من الانعكاس على الفضاء، واحد النوع ديال الفضية كتلقاها في الجو، أو الشفق لكن الغياب كيكون الشفق الأحمر. بينما الجهة ديال الشروق، الجهة ديال الشروق في لحظة الغروب كتكون ظلام شديد. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا إدبار نهارك. أين لحظة يعني أو أين مشهد إدبار النهار؟ في الغروب، اللي كيشوف في الجهة اللي غربة فيها الشمس كيقول اللهم هذا إدبار نهارك، راه النهار راه وداب ليه مشى، ولكن يعني وصفه بالمصدرية، يعني أنه يعني عملية ذوبان النهار في غروب الشمس. اللهم هذا إدبار نهارك، وكيشوف الجهة ديال الشروق ويقول وإقبال ليلك، الجهة اللي شرقت منها الشمس طلع منها الليل دابا، أن جهة الشروق في لحظة الغروب كتكون هي اللي فيها الظلام. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك، الأذان ينطلق الأذان من كل مكان، خاصة في هذا العصر
عجيب يعني. والحديث كأنما ينطبق على زمننا هذا أكثر، هو منطبق حتى على الزمن دياله. وأصوات دعائك يعني حقيقة يعني كانت المساجد ديك الساعة قليلة، يعني واحد منطقة كبيرة تلقى فيها جمع واحد، يعني المدينة منورة كلها فيها جمع واحد، والمساجد الأخرى في الضواحي يسير واحد 10 كيلومتر أو أكثر باش تلقى جمع آخر في قباء أو أي منطقة أخرى من بوادي المدينة المنورة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يسمع كل أذان الكون، سائر الأمصار والبوادي كلها ترفع الأذان وأصوات دعائك. أما في هذا الزمان فالدلالة أوضح، لأن المدينة الواحدة تعددت فيها المساجد، ولذلك يرتفع المذان من كل مكان، وأصوات دعائك من كل جهة تسمع التكبير ورفع الدعاء، ثم دعاء الإنسان الذي يكون عادة بعد الأذان، الأدعية المأثورة بعد الأذان. اللهم هذا إقبال إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعائك، فاغفر لي، ويسأل المغفرة من ربه في تلك اللحظة. وشيء أهم من هذا جميعا في الحديث، وهو الشعور بربوبية الله جل وعلا. الشعور بربوبية الله حاضر قوي في وجدان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه الكلام من ناحية الصرفية والزمانية واللغوية يعني فيه مخاطبة لحاضر لا لغائب، بضمير يخاطب مخاطبا. اللهم هذا إدبار نهارك، نهارك نهارك الكاف، لكن تتكلم مع مولاه اللي خلقه حاضر ما غيبش، وإقبال ليلك يا رب، يخاطبه يعني مخاطبة مباشرة حاضرة، ليس هنالك غياب لا للمتكلم الذي هو الإنسان العابد، ولا للمخاطب الذي هو الرب المعبود. كما في الصلاة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، كما في الحديث المتفق عليه، شيء لطيف جدا. فشوف سبحان الله العظيم إحساس سيدنا محمد بالزمن كيفاش داير، وشوف الوقفة ديال سيدنا محمد على الغروب كيفاش دايرة، وقفته على الغروب، وقفته على الغروب أضاءت له حقيقة الوجود كله، فإذا به يرسم لنا ساعة متحركة الإنسان يعني يحتل منها موقعا رئيسا، وهو المعني بحركة الكون. هذا الإنسان هو المعني بحركة الكون، يعني حركة الكون تعني الزمان تعني الأعمار، والإنسان هو المعني الأول بالأزمنة والأمكنة والأعمار، وأن المصير إلى الله جل وعلا، الكون كله المرجع ديالو هذه الساعة، وأن إلى ربك المنتهى كما بينا قبل في سورة النجم، منتهى هذا الكون، منتهى هذا الزمن، يعني الشمس التي تغيب أين تغيب، أين تمضي، تمضي إلى خالقها. صحيح أن يعني الرؤية الفلكية العلمية واضحة شهودة معروفة، ولكن هنالك رؤية أعمق، ها هي الكرة الأرضية هي كالدور الشمس كذا إلى آخره، ولكن كل ذلك حركة، يعني هذا الكون كله يسير في الغد الآن إلى الآن، يعني باقي حتى على المستوى الفلكي يعني جهل مظلم ولا ينقشع، يعني ما عندوش أفق. حركة الكون الناموسة إلى ربك منتهى، يعني الكون كله غادي، الكون مجراته وكواكبه كل شيء يسير، يسير إلى الله جل وعلا، وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، كل شيء يسير إلى خالقه، إلى مولاه الذي خلقه، إلى النقطة التي يقدر له أو قدر له بالأحرى الكون، قدر له من لدن العلي القدير أن ينتهي كما بدأ، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، إلى تلك اللحظة غادي الكون ذاهب إلى لحظة طي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني ينتهي إلى نقطة بدايته ليعاد إنشاؤه من جديد. حقيقة يعني هذه ساعات الكونية، هذه ومضة من ومضات أزفة لازفة، وإشارة من إشارات اقتربت الساعة وانشق القمر. فالمؤمن حقيقة الذواق الذي ينظر إلى أحوال الشروق والغروب
وأحوال الزمان الذي هو جزء منه يعني يطل على كون أعمق بكثير ويسبح في حركة زمانية تمتد من عالم الشهادة من هاد المرا والأرقام اللي هي الكواكب والنجوم والأشجار والأنهار يعني الأشياء الأدوات الميكانيك ديال الساعة أو الإلكترونيك ديالها من هذه الأشياء التي بين يديه يمتد من عالم الشهادة من أشياء عالم الشهادة إلى حقائق عالم الغيب المرتبطة بالأزمنة الأخرى وبالمقادير الأخرى التي لا قدرة له على تحديدها ولا على تقديرها ويرى حقائق الغيب من مشكات الشهادة هل اللي عنده البصيرة حقائق الغيب لما كتبنش كيشوفها الإنسان من المرايا ديال عالم الشهادة ولذلك الله تعالى كيقول لنا ديروا النظر ديال عالم الشهادة بما يريك القرآن حينما تنظر إلى هذه الأجرام إلى حركة الشمس إلى حركة القمر إلى حركة الأرض إلى حركة الأشياء حولك إلى حركة الرياح الغروب شروق هذه مناظر تطل بها ومن خلالها على حقائق الغيب على حقائق الغيب كيف تطل على حقائق الغيب أي ترى تلك الحقائق بعينك التي تحدث عنها القرآن الكريم لفظا لفظا والكون بحركته وبزمانه أكبر مفسر للقرآن نبغى يدوق القرآن حقيقة نقرأ في ضوء حركة الكون ماشي في ضوء الكون الجامد الميت لا في ضوء حركة الكون لأن الكون متحرك والزمان متحرك والقرآن يصف هذه الحركة القرآن لا يصف جمودا أبدا كل شيء يصفه القرآن يصفه في حركيته وسيرورته وهذا اللي يخلي الإنسان فعلا إذا قرأ القرآن انبهر القرآن يعطيك البصيرة حقيقة لتذوق هذه الأشياء التي لا يتذوقها الكفار على حقيقتها لأنهم على عمى عمى الكافر معمي البصيرة لأن يكون كنت عنده البصيرة يكون مسلم قلوب ختم الله عليها وأبصار غشاها فلا يبصرون حقيقة لا يبصرون إنما هم ينظرون ولكنهم لا يبصرون ولذلك حقائق القرآن إنما تنفع كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر ما غيبش وله قلب ذواق حساس ولذلك المسلم يخلي المناظر القرآنية والمشاهد الربانية في كتاب الله ويمشي عادي يتعلم من عند الآخر كيف يتذوق الأشياء مع الأسف الشديد هذا جهل منهجي هذا غادي يعلمه العمى يطمس له البصيرة والقرآن هو الذي يفتح بصيرة الإنسان حقيقة فعلا وهما الناس من اللي سبحان الله العظيم ربي تعالى كيقدر لبعضهم لما علم في قلوبهم أو في قلوب بعضهم من الصدق في طلب الحق ويقدر له أن يسلم ويسمع بعض حقائق القرآن كيف وردت ينبهرون بها هذا كتفتح له بصيرته ويتعجب كيف كان غائبا عن هذه الحقائق وهو يراها الليل والنهار كان يتمتع بها ولكن استمتع بهمي حيواني فكتاب الله جل وعلا هو الذي يجلي هذه الحقائق والتعبيرات فيه مختصرة مركزة لكن عميقة تضرب في عمق الكون اقتربت الساعة وانشق القمر وهو لما ينشق بعده كيخليك يعني تأمل انشق يعني يصف لك لحظة آتية ولكنها تقع الآن في ضميرك حية خل إنسان يعني قد لا يعيش الإنسان اللحظة التي ينشق فيها القمر حقيقة لكن بهذا الذوق العالي الرفيع يشهد انشقاق القمر بوجدانه علاش؟ لأنك على يقين من أنها واقع في علم الله جل وعلا ربي تعالى يعطيك ذلك الشيء اللي في علمه سبحانه وتعالى وترى الحقائق من مشكات علم الله ومشكات علم الله جل وعلا حقيقة حتمية يقينية مطلقة يعطيك منها سبحانه وتعالى ما يخليكش تنخادع بـ يعني بـ بالأشياء وبالأشكال وبالضباب
الذي قد ينعكس عن بعض الحقائق الكونية ولا يكون على وجهته الحقيقية، كالذي يريد القبض على الشمس من 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 أضوائها المنعكسة من المرآة. هذا الشيء يعني الإنسان الآخر اللي ما عندوش الذوق القرآني كيمشي يحاول يشوف الشمس ولا يقبض على الأشعة ديالها من المرايا اللي يعني عاطيه الانعكاس ديالها، ما كيشوف الشمس الحقيقية التي هي طبيعة في الكون موجودة فعلا. فالقرآن كيوريك الشموس الحقيقية والأقمار الحقيقية، يعني هذا تعبير رمزي، يعني كيعطيك الحقائق كما هي في علم الله وفي الواقع. أما الناظر من غير مشكاة القرآن فهو ناظر إلى الكون والحياة بوسائط، وتلك الوسائط عمياء تعطيش الحقيقة كما هي. ولهذا قلت اللي يقرأ القرآن ما بلي إحساس، هذا الختم ديال الكلام. وهذه من الأشياء العجيبة في كتاب الله، يجده سورة واحدة انتهى من سورة الفاتحة، نقول أعوذ برب الناس، القرآن كله سورة واحدة، ما هو شيء 114 سورة. صحيح هو 114 سورة من حيث العد، من حيث التسمية، ولكن من حيث الحقيقة المعنوية قضية واحدة. ولذلك تحدث العلماء عن ما سموه بالتناسب أو علم التناسب. من الأشياء اللي يدرسوها في هذا العلم كي يوريك كيفاش أنه خاتمة الصورة مرتبطة ببداية الصورة من بعدها، واحد الارتباط قوي جدا علمه من علمه وجاهله من جاهله، إما شكله في المضمون تبقى يعني تقول مع راسك كأنه الصورة اللي فاتت، إذا كنت كتعيش المعاني تقول يعني الصورة اللي فاتت كاع مازال ما كملت، احنا واقفين في نفس الكلام، شكل المضمون، وإما من حيث المضمون حيث أن هذه كتبني على هذه. ولذلك سورة الفاتحة تفتح باب سورة البقرة، تفتح باب سورة البقرة. فالإنسان حينما يدعو اهدينا الصراط المستقيم، كتطلب الهداية، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذا دعاء تطلب من ربك الهداية. ربك يقول لك ها الهداية، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا اللي طلبته ده بعد، اهدنا هدى للمتقين، كيف سبيل هذا الهدى؟ ها واحد ها اثنين ها ثلاثة، يعني تلك الصفات التي وردت الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة إلى آخر السياق، وهي غادية وآية تركب على آية حتى تقول عن رب الناس، قضية واحدة، موضوع واحد يتفسر إلى عناصر وإلى قضايا، وكل آيه آية آية غايتها نهايتها بما في ذلك القصص والعقائد قبل ذلك والحلال والحرام، كل شيء في كتاب الله، غاية كل آية تعريف الإنسان بالله، تعريف الإنسان بالله. ولك أن تختصر تعريف القرآن فتقول القرآن هو تعريف الإنسان بالله، أو التعريف الأكمل برب الكون جل وعلا. فالمؤمن إذن ينبهر أمام هذا الكتاب، ولا يملك إذا تأمل وتدبر وتفكر إلا أن يستجيب لقول الله فاعبدوا، فسجدوا لله واعبدوا، إلا أن يستجيب للسجود والعبادة ويخضع ويكون من القانتين. جعلنا الله وإياكم كذلك عابدين شاكرين طائعين تائبين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.